السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مع كوثر ونضابي على الصباح هزينا رحيلهم وغادين، ما ناعسينش الليل بعداك ما شايفينوش معايا نيس، والله ما بغى ينعس ولا بغى ينعس هكا. شوفوا الله يسمح لينا الله يسمح لينا من الوالدين. وكان عنده رونديفو ديال الفاكسان، ديتو دار الفاكسان ودوزتو هنايا لمرت خويا. الوليدات كالو في لاكونتين هاد النهار هذا. ايوا حنايا غاديين كنتجاراو، شنو نزابي والله جا فيه النعاس. كون ماشي الرونديفو اللي عندنا دابا والله ما عرفتش. واه تاعنا انا جا انا قلت له سير انت بوحدك، قال لك لا والله جا تمشي معايا زعما. راهي هذا انت شوف باغي الدار تنعسي وانا نمشي تنعسي وانا نمشي نضرب التمارة. عرفتي البنات شوفوا غاديين موحد الطريق، غير غاديين سارقين الطريق من الغابة. مشينا على الطريق ديال غومغانتا وكل شيء مسدود، رومبوانات كلهم 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 سادينهم، صحاب الكاميوات دايرين الاضراب، البوليس جدارمية، المهم القضية مرونة مرونة مرونة. بقينا اكثر من 15 دقيقة وحنا واقفين، ما عرفنا منين ندوزو فين غادي نعطيوها بالراس. نرجعو فحالنا ما لقيناش كي ندير، رجعو الدنيا عامرة، الطوموبيلات مرمو، بقينا الناس كيديرو دوميتور وكيخرجو غير موحد الطريق. تبعناهم درنا جي بي اس على البلوة، وراه غادي دابا والله العظيم هانتوما غير الطريق ديال الغابة اللي غاديين فيها، وفيها البيستاج ما مقادس زعما كطريق مزيان، وغاديين حارقين بحال داك الحراقة وهكاك غاديين خاطفك. شوف هاد الزوانة المرأة تخطف الراجل، مابقاش الراجل يخطف المرأة. والله عرفتي غاديين غير بشوية بشوية بشوية، حيت كاينين الفوسيات بزاف بزاف. ما لقيناش منين ندوزو، والله ما لقينا منين ندوزو، وعندنا هذا واحد رونديفو خاصنا نمشيو ليه، خاصنا نمشيو شي تخربيق خاصنا نشريوه. شنو عبد الرحيم شنو خاصنا نمشيو للعسو. انا وانا والله العظيم كنت تقريبا الدار ورجعت بحالي، دارني راسي بهاد الدوران هذا وهاد الطريق هادي. كتقلب والله حتى كتقلب. الطرق الناسيونال ديما كتكون صغيره ديما بحال هكا ديما تهدي. لا ماشي بحال الطرق اللي كنمشيو مع ما عرفنا دابا واش الصغيره هذه هي الطرق ديال الحراقه. اش قلت لك في الاول؟ واش نفضوا ديال الحراقه نيت الطرق ديال انتم الغابه والوين في البوت ديال النعاس. هاد النهار بعداك الحمد لله عندي الفطور لا باس، يعني ما غادي نرجع للدار غادي نجبد عليه حتى المغرب، حتى المغرب ما بغيتش نفطر. هاد المره كنفضلوا الناس على الماكله، كنقول لك النوم والكسل احلى من العسل. فهاد اللحظه هادي فهاد اللحظه هادي عيني كيتسدوا، ما كرهتش نجبد والنعس قسما بالله. بتوري ما كتنعسيش الليل كامل، خاصك تنوضي للسحور وتصلي الفجر. الفجر دابا تعرفوا مع 6:30 الوليدات كيمشيو تفيخو مع 7:30 باش مع 8 وقسمين هكا كيخرجوا للمدرسة. ايوا النعاس ما نعسناش، العشرة كان عندنا رونديفو دونك خاصنا نخرجوا مع 9 ديال الصباح باش عاد نمشي تخديت الفاكسان وداكشي دار يانيس الفاكسان ديالو. رونديفو هنايا في بلوى راه غير جا غير جا اللي كيقول لك اصحاب اوروبا مبرعين وصحاب اجيو تشوفهم اجيو تشوفهم تماتهم تحنا بين الرونديفوات وبين الاوراق وبين بالخصوص الا كان عندك شي حاجه في راسك مثلا بحال هذا الرحيل وخاصك تجمعي وخاصك هذا جليجي راه خدام خاصك لابافو خاصك الدوج خاصك يعني الدماغ ولا شو. عبد الرحيم صافي كيجبد له هادشي صافي مابقاش مسكين كاع كيهضر جيل بكيا ما بقاش مسكين كاع كيهضر كيقدر وكيخمم. صعيب الحال عبد الرحيم شويه ياك راه حتى حاجه ساهله شنو هذا اللي كي صعيب الحال والله خوتي حتى صعيب الحال. المهم احنا شادين هذا اللي كراه ساهل ولكن حتى حاجه ما ساهله في هذا الوقت هذا وفي هذا الزمان كلشي الله يستر. حنا دايرين غير جي بي اس اللي وصل لينا دابا البلوى هنايا مصابه ما لقاو شنو وصلوا تما عاوتاني ولقاو الدنيا كلها مسدوده. شوفوا هاد لي بتي فيلا شحال كيكونوا صراحه زوينين حسب من المدول الكبار هاد بحال ما مسكونينش بحال ما مسكونينش ما كتقولي واحد تلقايه كيدور ولا لا اللي غادي لخدمتو ها غادي هنا حنايا طريق خاويه هاد الفيلا جا دونك ما عرفتش انت شنو سميتو. اول مره دابا كندوزو حنايا من هاد الطريق هادي انتو فيلاج صغير ولكن كله خضوره. الناس اللي عزيز عليهم الخضوره والطبيعه راه هي هذه.
ايوا المهم البنات نمشيو نقضيو غرادنا ونمشيو نسبقو بريكو مارشي ولا بريكو ديبو شنو نسبقو؟ نسبقو الواي معلم. ايوا عندنا الدوران البنات بزاف والله تاع عندنا الدوران بزاف. المهم هانتوما معايا يعني كتعيشوا معنا النهار بخو وصافي. هنا البنات دخلنا لواغي ميغلا هانتوما كاينين هاد الدوش هذا جينا نتاكدوا عاد باش اختي الا ما لقيناش العبار ديالنا العبار اللي كيقول لي عبد الدراهم كيقول لي خاصو يكون سيغ ميزور مازال الدوش صغير كاين ولكن ويلي هذا ملي كيدخلوا ليه عبد الرحمن هذا ملي كيدخلوا ليه هذا واش دوش ولا شنو كل واحد مومي يديروا بوحدو سي لي باوا ماشي كل واحد لا اوكي يدخل واحد يدوش شنو كل واحد هنايا شاركين هذا دور ثلاثه ديال غير غير هادو لا حتى باش نشوفوا هنايا لا بابوات وداكشي المرايات جينا نتاكدوا قبل ما نديروا شي حاجه كاين هنا كاين هذا عبد الرحيم ها فحال هذا بغينا هذا عيان ولكن ما لقاش بداك داك الموديل اللي بغيت شوف هاد المرايات ما كاينش له شوا بزاف نو كاينين هنا نشوفوا هذا ليد هذا مرايا هادو لابابوت مي مكاينش انا باغا في البيض تا هادو صغارين شوفوا هذا هذا زوين باغ كونت يعني فيه غير واحد كانوا جوج شويه راه حنايا واحد بحال هذا انا يجيني في الدوش اللي عندي في بيت نعاس هذا زوين هذا بالمرايه ديالو هو هذاك هذا ولا هذا مي هذا احسن تقولوا لي البنات واش هذا ولا هذا كاينه هذا مع البلاكار ديالو حتى هذا زوين حتى هذا زوين كنوحلو يا البنات والله العظيم دابا بكثرت بزاف ديال الضواعات وكثرت بزاف ديال المرايات والله حتى كنوحلو شوفوا هذا الشيء هذا لا هذا ديال الخشب لا بحال هذا حتى هذا زوين هانتوما هذا مع المرايا ديالو ولكن الدوش الاخر ما لقيناش شوف كاين موديلات هما هذا في نفس الرخام اللي عندي ولكن صغير ما بغيتش انا كاع شي حاجه اللي فيها الخشب ما بغيتهاش هادو كاملين فيهم الخشب هذا زوين كان هذا جوج شوفيهم هادو والله اخوتي ما نعرف الا وحنا والله حتى وحنا وحنا هنا كاينين غير الكوزينات لا باقي شي بلاصه هنا دس بكم هذه لا كاين هذاك حل مع الهذا ديالو ما يهزش هذا ما يهزش هذا زوين اي حاجه انا فيها هذا المغربي كتعجبني مع المرايه ديالو صراحه زوينه ولكن الموديل ما هوش ما خلاش هذاك هاد الشيء ما هوش مهم ناخذ فكره ونشوفوا شنو كاين هنا اخر هنا كاين الكوزينات خدينا على طرقنا مسمارها شوف لي فور حقا شحال كيديروا عندهم هنا
البلايص اخرين صراحه لقيت النار والكوا والشوا. شوف عبد الرحيم كيدور في جهه وانا كندور في جهه، ويا ترى نجيو قد قد ولا لا، شنو هذا؟ وما علقينش الاثمنه، ما عرفت علاش ما معلقينلهمش الاثمنه. لا بافوات داك النهار لقيت في بريكو ديبو، مي دابا غادي نشوفو شال الناس على جبت البوطه من المغرب. هادي ما كنلقى الراس هنايا، ما كنلقاش الراس في الجنب، وهادو صغارين البوطه تبارك الله اللي خديت راه كدير من هنا راه حتى لهنا. ونشوفو الثمن 220، ولكن الفرارن ما معلقينهمش الاثمنه ديالهم. لا هذا ها ويلي 529 الاورو، وهي ناري اش كيطيب كيطيب بنادم 629 الاورو. يا خويتي يا خويتي، حنا قلنا نلقاو زعما شويه ساعه والو، نشوفوها من هاد لابافوات البنات. صافي ديسيديت البنات، بغيت ناخذ الكحل، غادي ناخذ لابافو كحل، عجبني في الكحل. قال لي عبد الرحيم خديه، ما عجبكش دوزي به واحد العام ولا هذا ورجعي بدليه. شوف هذا بغيت انا ديال جوج، هذا 199 الاورو. فين هو الكحل؟ ما كاينش بزاف، كاين هاد انوكس ما بغيتهمش، كاين هذاك الكحل كبير بالحقيقه فرده وحده. عبد الرحيم شوف معايا هذا، هذا لا هذا فيه جوج كبير بزاف بزاف خدامش. وهذاك الاخر ها هو كاين هذاك الفوقاني راه ماشي نوار، نوار غري. وهنا البنات عبد الرحيم جاي ياخذ هنا الكولا اللي كتلصق في البلاكو قبل ما يلصق الجليج ديال الدوش، الجليج ديال الحيض ضروري البنات الكولا. شوفي يا اختي شحال كنبارطاجي معاك وشحال كنعطيك ديال النصائح، داكشي اللي نصحوني الناس يا اختي انا كننصحك به. ايوا يلا اختي ما تنسينيش يا اختي. هذا كيحبس لي طونشيتي، علي صوتك شويه. هذا كيحبس الفلتراسيون ديال الماء، نضربوه فوق من البلاكو باش الا كان شي شويه الماء كيدوز ما كيدخلش للبلاكو، هذا كيحبس البلاكو. هو هذا دابا كندوزوه فوق من البلاكو باش الا كان شي ما دخل في الجوان ديال الكارلاج ما كيوصلش لينا للبلاكو. ما تديوش على عبد الرحيم كيهضر بشويه، راه الصوت ما بقاش له، شاف شي اثمنه شوف شي اثمنه خلعوه. هادي شوف 5 كيلو 7 كيلو كدير 39 اورو، دونك بالنسبه لينا حنايا خصنا تقريبا جوج سطوله من هذا واش يكفو ولا ما يكفوش. غير ماشي الحمام كامل، غير البلاصه اللي غادي يكون فيها الدوش الجليج واقف غادي يكون فيها الماء. نو البلاصه اللي غنكونوا ندوشوا فيها هي اللي كدوز باش ما يحش بلايص اخرين ما كيوصلش الماء. ولكن البلاصه اللي كتكون كدوش فيها كيقيس الماء الفرنس. الا كان شي فيلتراسيون ديال الماء كيدخل للبلاكو كله كيبقى يمشي للبلاكو، دونك هذا كنديروه باش كيحبس الماء ما يوصلش للبلاكو. داكا شحال خاصك تاخذ وحده ولا جوج؟ ان شاء الله يلا البنات. احنا جينا البريكو ديبو صافي ديسيديت غادي ناخذ هذا مول 259. علاش؟ عبد الرحيم حلو فلاه 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 فلاه، لقاه واعر واعر. كاينه هذاك الفوقاني فيه جوج مي ما عجبونيش، انا قلت ناخذ واحد فيه غير بلاصه وحده حيت كاينه لا ماشين ديال الماعن. وهذاك ملي قلبوا عبد الرحيم ما لقاش صحيح، ما لقاش صحيح بزاف، فهمتوا؟ هو زوين ولكن هذا الصراحه انا عجبني. وكاين هذاك واحد الفوقاني 139 راه هو نزومي لكم، وكاين هذاك 189 وحنا خدينا هذا ديال 259. هذا انا اللي عجبني، وها هو ملي حلو عبد الرحيم لقاه داكشي ناضي كنادي. بالنسبه شنا هذا ديال مول 119، هذا في الاول عجبني قلت اري ناخذ شويه هذا رخيص تا 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 تا، ولكن ملي حلو عبد الرحيم هو ما لقاش صحيح بحال اخر. قال لي هذا تحطيها شي حاجه ثقيله مثلا بحال كوكوت تبغي تغسليها ولا شي حاجه، راه ما صحيحش بزاف، ما صحيحش. ايوا صافي خويتي، ايوا خديت هذا، هو هذا 259، وخدينا له الروبيني هذا
خديت لي هاد الروبيني، هذا اختي اللي خديت في هاد الكحل، وهذا كرومي هكا كيدير 129 اورو. ها هي اخواتي، هي 129 اورو، ولكن زوين عجبني الصراحه. مزابي هو جاب دابا الشاري اللي غادي يهز فيه. نفستي شويه مزابي، لا لا حطك عليا زماني والله العظيم اخويا اللي خطاك عليا، كيدير لي مسكين خاطري. وداكشي اللي كان اللي عجبني الصراحه كيقول لي داكشي اللي عجبك زعما الصراحه خودي. عاد سدي هذاك اللي محلول، وراك انت اللي حليتي راه كيعمل كل ما الكراطون ديالهم. هذاك دير لي غير حيت حنا اللي حليناه الصراحه، ما نكذبوا على الله. كون شتي الشاريو الكبير غير هذا الروبيني، فين هو؟ ها هو هذا، هو هذا. وهنا البنات صافي دابا جينا اخوتي في حالاتنا، عينا اختي بالدوران. المهم هذا هو اللي خديت لبابو مع الروبيني ديالو، حطيناه دابا غير هنايا تيجي مع السيد اللي غادي يلصقنا الكوزينه باش يلصق كل شيء ان شاء الله. صافي وصلتي مزابي؟ انا دوري كنت كنقلب، شحال وانا كنقلب عليه والله، والله الا كنت حطاهم لي داك النهار هنايا. لا شحال وانا كنقلب عليه، قلت انا مالي لا ليفريزون اللي جابوني الكوزينه ما عطاوهمش ليا. لا المهم البنات راه صورت لكم بالنسبه للبيوت، راهم كملهم هانتوما، كمل البيت ديال الاسلام، البيت ديال لوجين، صافي راه كلشي كمل. بيتي بدا فيه مي باقي ما كملوش ان شاء الله، بدا غير هنايا حتى يكمل. ايوا صافي راه هو عبد الرحيم بارطاجا معكم الكولا، بارطاجا معكم كلشي. ها انتم شوفوا الروائن زوينه ديال الكرتون. عبد الرحيم خرج لي من الصالون، دخل شي صالون. يلا جففتي جففت شوف والله اللي دخل الصالون سي بون يلا خويتي يلا. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، بارطاجينا اختي معاكم كلشي النهار كامل من الصباح حتى العشيه. صافي هادشي اللي كاين دابا غادي نسدو اخويتي، جينا مع الفطور قد قد نمشيو اخويتي لحالها باش اي فك الله. باقي لي الشلاضه، باقي لي صراحه الفطور كامل الحمد لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال كل نهار، ورزق كل نهار، وربي الحبيب اش كيكتب لك انك ديري وشنو كيكتب لك انك تاكلي وطيبي. سدو اختي الباب. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، يلاه تهلاو لي فراسكم طبيعه الحال. ما تنساوناش اخوتي من اللايكات ديالكم، واي حاجه كيف ما كانت راه حنا كنبارطاجيوها معاكم، داكشي اللي كان راه كنوريوه ليكم. يلاه البنات بصحه فطوركم.